النجم اللي معايا على التليفون اكيد سامع هتاف الجمهور بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. كلام موجه للنادي الاهلي، للعيبه، للجهاز الفني، لكل الناس، وايضا للي معانا على التليفون نجمنا الكبير كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي اللي منورنا مشرفنا. كابتن سامي مساء الفل. مساء الخير يا كابتن شوبير، وطبعا ببارك لحضرتك الاول. ربنا يخليك. سنه جديد وان شاء الله يكون دايما الاسم على مسمى كده، زي ما كنت حضرتك حارس كبير للنادي تبقى حارس برضه للنادي الاهلي في كل الاوقات ودايما في ظهرنا. بارك للاستاف كمان بتاع حضرتك، ومبروك لينا وجودك، ان شاء الله تكون اضافه كبيره لينا كالعاده. شكرا يا كابتن سامي، ربنا يخليك. بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. كابتن سامي كمدرب كم بطوله افريقيه مع النادي الاهلي، وكلاعب كم بطوله افريقيه مع النادي الاهلي؟ كلاعب انا واحده. نعم. وكمدرب الحمد لله اربعه الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، يا رب ان شاء الله يبقوا خمسه باذن الله. بتتخض بقى لما كل ما تاخد بطوله الجمهور يقول لك ال 11 ال 12 13 وان شاء الله 14 وهكذا يعني؟ اكيد طبعا، يعني حضرتك عارف دايما النادي الاهلي جمهوره دايما هو اللي بيحركه يعني. ويمكن ده عظمه النادي الاهلي دايما يعني. الجمهور ده دايما هو اللي الدافع بعد ربنا، هو اللي دايما بيحرك الناس كلها، المنظومه كلها عشان تنجح وتحقق انجازات. يمكن نبقى مقدرين دايما زعلهم طبعا في الاوقات اللي بيحصل فيها صحيح في انكسار، يمكن زعلنا بيبقى مضاعف والله، لاننا بنبقى حابين طبعا ان احنا نعمل اقصى حاجه عشان نرضيهم ونحاول نسعدهم. لكن ان شاء الله احنا زي ما حضرتك قلت وزي ما هم في الهتاف بيقولوا دلوقتي، ان شاء الله افريقيا اللي جايه تكون مهمه جدا بالنسبه لنا، عشان هيبقى برضو رقم تاريخي بالنسبه لنا، ثالث مره على التوالي ان احنا نحققها. ده حافز كبير لينا وان شاء الله دفع كبير لينا ان احنا ان شاء الله يكون دوت تعويض للبطوله اللي احنا فقدناها بتاعت السوبر الافريقي، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله ان احنا نحققها بامر الله. السوبر المحلي ومباراه العين بقت بطوله افرو اسيويه تقام في القاهره، لكن بدايه السوبر المحلي يعني الجماهير عايزه تطمن. عارف ان بكره اجازه بعد يومين او ثلاث ايام تدريب، كيف تسير الامور داخل فريق الكره؟ الحمد لله الامور الحمد لله طبعا ماشيه بشكل كويس، زي ما حضرتك قلت اللي احنا رجعنا الحمد لله من ثلاث ايام. عندنا بكره اجازه وبعد كده عندنا تمرينين وبعد كده مباراه وديه. مع مين يا كابتن سامي المباراه؟ مع حرس الحدود. نعم كويس. في القاهرة ولا في الإسكندرية؟ لا 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 في القاهرة. تمام اتفضل. إن شاء الله تكون أداء كويس لينا، وعندنا مباراة ثانية إن شاء الله نحدد برضو طرفها أو مباراة داخلية بينا. الحمد لله الأجواء الحمد لله مستقرة، يمكن حضرتك عارف بيبقى الفترة اللي تبقى بعد الإخفاق شوية بتبقى مؤلمة شوية، لكن الحمد لله قدرنا طبعا إن إحنا نلم نفسنا كويس بشكل كويس طبعا مع وجود كابتن رمضان. طبعا اضافه كبيره لينا، ودايما بقول لربنا دايما وفقك وربنا يعينك. وانا عارف ان انت علاقتك لها خصوصيه مع كابتن رمضان يا كابتن سامي. رمضان واحد من الناس اللي لها فضل عليا يعني. نعم. كان هو اللي كان جايبني النادي الاهلي. صحيح. واحد من الناس اللي يعني لما بتكلم معاهم يعني مختلف جدا في تفكيره وارائه، واحد صاحب فلسفه عنده خبرات كبيره جدا، حتى لما بتنصحك بينصحك بشكل كويس. الحمد لله دي يمكن خطوه كبيره جدا من النادي ووجوده، وان شاء الله ربنا يوفقه وان شاء الله كل دعم يجي مننا ومن جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله نحقق حاجه كبيره ويحقق يكون اضافه كبيره لينا ان شاء الله باذن الله. ناس بتتساءل عن اشرف داري، عن يحيى عطيه الله، والبعض برضه اجتهد قال انه الجهاز خصم فلوس بعد لعبه الكعب بتاعت يحيى عطيه الله، وناس لامت على الجهاز انه اداله انه يسدد في ضربات الترجيح رغم انه كان يعني كره الكعب دي تسببت في النهايه بهدف. السؤال الاولاني، هل فعلا تم توقيع اي عقوبه ماديه عليه بعد اللعبه دي؟ لا طبعا موضوع العقوبات والحاجات دي طبعا الكابتن رمضان قال فيها اكتر مني، لكن انا بكلمك عن الناحيه الفنيه. لا ما نعم. طبعا عقاب، لان انت عارف حضرتك يا كابتن طبعا هي الكره لعبه اخطاء، دي حاجه طبيعيه يعني. صحيح. لازم تتقبلها لانك تاخد خبرات من الاخطاء اللي بتحصل، اكيد بتكون اخطاء في اوقات طبعا. الناس استغربت انه يعني تم تكليفه بتسديد ضربه جزاء، وانا عارف على فكره ان هو بيسدد ضربات جزاء بشكل جيد جدا. هو طبعا من افضل الناس اللي بتسدد سواء كور ثابته او ضربات جزاء يعني. احنا لما سالناه ان انت تقدر اللي انت تسدد ولا لا، هو قال لا تسدده، كان عاوز طبعا يعوض الخطا اللي حصل يعني، لكن في الاخر يا كابتن التوفيق ده صحيح، ده صحيح مهم جدا. نعم.
انت بتسعى وبتجتهد وبتعمل عليك، يمكن برضه لو كان حد تاني شاط يكون كان الناس تفضل. مظبوط مظبوط. يعني فخلينا برضه هو داخل في مرحله كبيره، مهم جدا ان احنا نقف جنبه ونساعده. انا عارف الجمهور واثق جدا في جمهور النادي الاهلي. ان بعد المباراه كان في طبعا الم كبير وكان في طبعا حزن كبير، لكن في الاخر ان شاء الله اللعيبه دي قادره زي ما عملت قبل كده بطولات كبيره اللي هي ترجع تاني تساعدكم تاني. لكن الاهم وقفوا جنبنا في الاوقات اللي زي دي، لان اللعيبه بتبقى محتاجه وقفكم معاك الوقت اللي زي دي. يعني اشرف داري، يوسف ايمن، ناس بتتساءل قدامهم فرصه ولا هيظل التشكيله الثابته اللي بيلعب بيها مستر مارسيل كولر؟ يا كابتن حضرتك عارف ان احنا انا بس بسالك والله، الناس بتقول وانا عارف. نعم انا برد على حضرتك. حضرتك انت عارف احنا بنلعب مش اقل من 60 ماتش في الموسم. نعم. اشرف داري لعيب كبير دولي، لعيب منتخب مغربي رابع العالم، من الناس اللي الراجل كان مصمم ليه او موجود معانا، كان حصل له طبعا الاصابه اللي حصلت له قبل الماتش السوبر، يعني ما شاركش معانا كبير في التدريبات اللي قبل المباريات. فانما رجوعه طبعا هيبقى اضافه كبيره جدا، وان شاء الله ياخد دوره ويثبت للناس اللي هي الطبقه اللي هو صفقه ان شاء الله ناجحه النادي الاهلي. برضو يوسف، بالنسبه ليوسف نفس القصه، يعني يمكن هو دخل اجواء مختلفه شويه، حتى هو كان لما بيتكلم على رتم التدريبات ورتم الحاجات مش زي اللي في قطر، دلوقتي بدا الحمد لله يخش بشكل اسرع وبشكل مميز جدا يعني، والفتره اللي جايه ان شاء الله يكون ان شاء الله يشاركوا ويكونوا اضافه كبيره ان شاء الله لينا باذن الله. اسالك عن امام عاشور، النهارده الناس لقيته في النيو لوك بشكل جديد تماما. البعض كان زعلان، مش من امام زعلان لانه عارف ان امام مستواه عالي وان امام لعيب بيفرق جدا، فزعلوا على التراجع اللي موجود في مستواه. هل دي كانت من نفسه كده انه يرجع للنيو لوك ده؟ وهل شايف انت انه امام داخل بروح جديده في اليومين دول في التدريب؟ وايضا اسالك عن كهربا، البعض دايما بيقول ان كهربا بيبقى غضبان، بيبقى زعلان، مش زعلان اللي هو لو يبوز، لا زعلان عايز يلعب، زعلان عايز يبقى موجود في الفرقه بشكل اكتر. يعني انا بالنسبه لي يا كابتن، يعني الموضوع ان نيويورك او يغير في شكله كده والكلام ده، انا بالنسبه لي اكتر اللي هو الاداء في الملعب يعني. نعم. حاجه ايجابيه جدا لما يفصل او يبقى مثلا فكر يبقى تركيزه اكتر في الملعب، وده الاهم بالنسبه لنا. لعيب امام لعيب مهم جدا بالنسبه لنا، موهبه من المواهب اللي ما تتكررش كتير في الملعب المصريه. الناس بتشيد بيه جدا لما بيكون كويس، ودي حاجه مميزه، والاوقات اللي بيبقى فيها اخفاق او بيبقى مش موفق فيها مهم جدا للناس تنتقده، ولازم تقبل الكويس زي ما بتقبل لازم تقبل الوحش زي ما بتقبل الكويس. دي حاجه مهمه جدا، يمكن هو شعر بالمسؤوليه ودي حاجه كويسه. كابتن رمضان برضو بيتكلم معاه بشكل كويس، اللي لازم يرجع تاني اقوى من الاول، ودي خطوه كويسه جدا لو ياخدها عشان يرجع تاني ويبقى تركيزه في الملعب تاني اكتر يعني. لكن امام حضرتك عارف طبعا، كل الناس عارفه اللي هو لعيب مميز جدا طبعا، يرجع تاني ان شاء الله المستوى اللي احنا عارفينه ان شاء الله. كهربا طبعا من اكتر الناس اللي بتجتهد الفتره اللي فاتت جدا، بيحاول اجتهاد حتى مشغل هو شغل بدي، يمكن ان الفتره الاولانيه هو شغال مع تيتسي وعامل له برنامج بدني كويس ماشي عليه بشكل كويس. يمكن الظروف ما ساعدتش اللي هو يلعب الماتش اللي فات، لكن هو الصراحه بيعمل اللي عليه، وان شاء الله هيجيب فرصه هياخد فرصته ويقدر ينافس وسام، وزي ما كان مؤثر معانا السنه اللي فاتت واللي قبلها ان شاء الله يبقى مؤثر برضه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. عبد المنعم وديانج وعبد القادر، هل اثروا على الفريق بالسلب؟ يعني طبعا يعني ثلاثة طبعا مميزين جدا. محمد عبد المنعم من افضل الناس اللي على المستوى الدفاعي الموجودين مش في مصر بس في افريقيا. نعم. اوقات كتيره جدا برضو يا كابتن انت ما بتبقاش برضو في اوقات لازم تاخد قرارات. نعم. لان اللعيب خلاص بيبقى خلاص مرحله مش هيقدر يؤدي او عنده طموح، او برضو بيبقى ساعات بيبقى في عائد مادي تقدر انت برضو صحيح تعمل فيها، ففي حاجات كتيره جدا بتساعد على القرار ده نفسه يعني. ديانج بالنسبه لنا برضو كان لعيب مهم فترات معينه، ممكن يكون كان في وجهه نظر الراجل في حاجات معينه مش مناسبه الفتره ديت يعني، كان مهم جدا برضو اللي هو يخرج عشان ما يفقدش ثقته في نفسه ويرجع تاني ان شاء الله يبقى اقوى من الاول. نفس التفكير مع عبد القادر، يعني عبد القادر كانت فتره ما شاركش بصفه مستمره يعني، واتكلم مع الراجل اللي هو عاوز يغير اجواء او عاوز يغير يعني ياخد ثقه في نفسه تاني، فترات لعبه ما كانتش كتيره. نعم. وفي الاخر يا كابتن انت يعني
فاقول دايما ان المتاح دايما هو اللي انت بتشتغل عليه، يعني لان في حاجات كتيره كده دايما ما بتبقاش الناس يعني مدركاها بشكل كويس، لكن احنا بنثق في اللعيبه الموجوده عندنا كلها، عندنا برضو لعيبه مميزه، عندنا جيل عامل حاجات كتيره كويسه. صحيح صحيح. مش عاوزين نتكلم من طبعا مهم جدا ان انت تحقق كل البطولات اللي انت بتشارك فيها، لكن هتبقى برضو صعوبه، مش ما بقولش ان احنا يعني لازم، مفيش بطولة سهلة يا كابتن سامي طبعا، فيها جهد وعرق وصعوبة طبعا. نعم يمكن احنا ما كناش افضل حاجة في الماتش اللي في السوبر، ودي حاجة طبيعية لازم نتحمل اخطائنا. يمكن السنة اللي فاتت حصل لنا برضو نفس الموقف مع في السوبر مع اتحاد العاصمة. نعم ولكن بعد كده كان في انطلاقة كبيرة جدا، خدنا البطولات كلها. انا مش ببررش برضو الاتفاق اللي حصل دوت، لكن بقول ان لازم تتقبل في اوقات كده، لازم تتقبل لما تكون انت مش وحش خصوصا فنيا، وده بالنسبه لنا يعني. ممكن اللعيبه برضو كان ممكن يكون في حاله تشبع، يكون في حاله ثقه زايده، ممكن يكون الاجواء اللي كانت حوالينا. هل حاله الثقه الزايده دي كانت واصله للجهاز كمان يا كابتن سامي؟ والله ابدا يا كابتن، لكن في اوقات انت غصب عنك انت يعني ما بتبقاش تقدر تتدارك الموضوع دوت يعني. اوقات الناس اللي حواليك اللي ممكن يتاثر عليك، الناس اللي بتتكلم تاثر عليك بشكل سلبي. نعم. احنا حذرنا كابتن حظ، يمكن الشناوي عمل حاجات لقاءات كتيره مع الفرقه، الراجل اتكلم بشكل كبير جدا جدا عن اهميه المباراه وان احنا لازم نتعلم من درس السنه اللي فاتت. نعم. في الاخر انت بتبقى حاله اللعيبه في الماتش، حاله اللعيبه الذهنيه ديت مهمه جدا جدا. اي نعم ما بتبقاش يعني مش هقول لك يعني 60 70%، لكن بتاخد من تفكير اللعيب. ده صحيح. تقدر تدخل الماتش تبقى خلاص برضه لانك انت بتلاعب منافس. نعم. ممكن يكون وارد هو اقوى منك في الناحيه النفسيه الذهنيه، لكن في الاخر هي الحاله الفنيه اللي بتاثر. نعم. حاجات حتى الخارجيه اللي الناس بتتكلم عنها والحاجات اللي بتحصل للعيبه بره الملعب دي برضه بتمثل طبعا نقطه مهمه. اكيد. نعم. لكن هي الاساس. نعم. لكن درس مهم لينا، مهم جدا جدا جدا، خدناه. لعيبه مدركه جدا جدا اللي حصل دوت، وغضب جمهور النادي الاهلي وزعل جمهور النادي الاهلي، وانت عارف وبقرر دايما ان احنا مقدرين جدا زعل جمهور النادي الاهلي. نعم. نعمل عشان كلنا من اول الكابتن لحد كل الناس، لجنه التخطيط ومجلس اداره. كابتن الخطيب كان قاسي شويه في الاجتماع مع اللعيبه؟ يعني طبعا طبعا. نعم. الكابتن طبعا بيتكلم معاهم طبعا كاب اولا. نعم. المسؤول ثانيا، وحذرهم قبل كده واتكلم في الموضوع ده كتير جدا يعني، لكن انت عارف دايما لما بيبقى المواقف اللي زي ديت يعني بتبقى مهم جدا، لحد لازم يصحيك ولازم يفوقك. نعم. فوقته؟ بالظبط. تمام؟ بالظبط يعني. فايقين يعني؟ هي دي. جاهزين؟ بالظبط ان شاء الله. سوبر ان شاء الله؟ باذن الله يا كابتن. والانتر كونتيننتال باذن الله. عندنا شهر مهم جدا بالنسبه لنا. ايوه. سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي، بطوله كبيره جدا، بطوله كبيره جدا جدا يعني. طبعا طبعا. مهم جدا جمهورنا تبقى معانا في الماتش ده. عندك عندك 52,000 ساعه جمهور لسه قايلها المهندس خالد مرتجي، ده غير الدعاوى يعني داخلين في حوالي فوق 60,000 ان شاء الله. مهم جدا تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه كعادة جمهور النادي الاهلي، ان انت بتتكلم في بطوله عالميه يعني. نعم. تبقى بطل افريقياوي دي حاجه مهمه، تبقى انت تكمل بطل السوبر المصري، بطل افريقياوي باذن الله بامر الله يا كابتن ان شاء الله. كابتن سامي قمصان بشكرك، شكرا جزيلا.